انقاذ الارواح رساله ساميه لكل البشريه. يعني هو اكثر شخص يضحي بنفسه كرمال ان يحيي شخص ثاني. بداية الثورة كنت طالب مدرسة ما قدرت أكمل، فصرت أشتغل أعمال حرة بسبب القصف والدمار الصار. يعني صرت أطلع بساعد رجال الإطفاء، تعرفت عليهم على عملهم، فطلعت وتطوعت معهم ودربوني. يعني كان في تدريب بداية الأمر واشتغلنا على الموضوع هذا، وحبيت الفكرة هاي إنه تساعد العالم. يعني جد كان في إحساس كثير حلو راح تنقذ حدا. وقت واحد يجي مثلا يلاقي ببيت في حدا لا اسمح الله انه محترق، او لسه مو محترق يعني بس عصيان ما يقدر يطلع برا، فنحن نفوت ونطالعه لبرا، انجد شعور لا يوصف. انت انقذت روح، او اذا حد شجره احترقت كمان شيء حلو. يعني وقت واحد يجي يطفي شجر او يطفي مثلا عندنا احنا هون المحميه بالطبقه غابه كامله، فالحمد لله قدرنا نسيطر على حرائق خلال موسم الصيف الماضي. كان في اكثر من حريق واسباب مجهوله. حرائق الشتاء الفترة هاي كانت كلها بسبب المازوت التدفئة. يعني أكثر شيء المازوت هذا مرات يظل يوقف، فالعالم تفلت والمازوت فلت، فتصير حرائق الصوبات بسبب هاي، أو تنقطع الكهرباء انقطاع الكهرباء، وقت ترجع الكهرباء يكون السخانة شغالة فالعالم ينسوها بقلب البيت، فتسبب حرائق كثيرة. مهمة الإطفاء بشكل عام ما توقف عند الحرائق فقط، عند الكوارث مثلا لا سمح الله حادث السيارة أو حالات إسعاف نشوفها. نحن كمان في عندنا فريق إسعاف متكامل نشتغل على الإسعاف، حالات الغرق بالصيف نطلع من نوب على البحيرة، فكتير مهن يعني الإطفاء تختص فيها. وهاي المهنة المتابعة والتدريب هي أهم شيء فيها، ونحن مستمرين على هالشيء هذا خدمة هذا الشعب. اهم شيء مثلا انه نشوف سياره الاطفاء او سياره الاسعاف متجهه نحو الحريق نسوي لها نفسح للطريق، لانه السرعه بالوصول للحريق هو انجاز العمل بشكل سريع. ونطلب من المواطنين بشكل عام كلياتهم انه احتفاظ برقم الاطفاء، لا سمح الله ان صار شيء الاتصال بالاطفائيه كل ما كان اسرع كل ما كان استجابي اسرع.